جماعة الحوثي تهدد وتتوعد الإمارات بالقصف بسبب تجاوزاتها في الجزر اليمنية. لنشاهد التفاصيل. عبر وزير الخارجية في حكومة الحوثيين هشام شرف اليوم عن رفض حكومته للممارسات الغير قانونية التي تقوم بها قوات الإمارات في عدد من الجزر والأراضي اليمنية. وقال هشام شرف أن ما تقوم به سلطات دولة الإمارات حاليا في أرخبيل سقطرى وفي جزيرة ميون وغيرها من المحافظات هي محاولة فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع كأجزاء تابعة لإمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن هذا أمر لا يمكن السكوت عنه وهو مخالف للقانون الدولي. وأضاف هشام شرف أن الاحتلال أيا كان ليس إلا حالة مؤقتة وتنحصر حقوق المحتل في تلك الفترة فقط، بل ويساءل ويقاضى تجاه أي استحداثات أو تجاوزات تجاه الأرض أو الإنسان في الأراضي المحتلة، ويلزم مستقبلا بالتعويضات كاملة حسب تعبيره. ونصح هشام شرف حكام أبوظبي بالحفاظ على أراضيهم وسلطاتهم في حدود دولة الإمارات بدلا من القفز على حواجز عالية ليسوا أهلا لها، وأن لا يصيبهم الغرور براء وصف وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس بأنهم أسبارتة صغيرة. كما حذر هشام شرف الإمارات من أن تصلهم حمم النار قريبا جراء صلفهم إذا وصلوا تصرفاتهم الصبيانية ولم يتركوا أراضي اليمن والجزر التي يلعبون بالنار فيها. ويشير هذا التحذير الصادر عن خارجية حكومة الحوثي للإمارات بأن تصلهم حمم النار في إشارة منها لقصف الإمارات بالصواريخ والطائرات المسيرة كما يتم قصف السعودية.